أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ الله يحفظك، هل يصح دفع زكاتي لقريب لي قد مات وعليه دين؟ الدين يسدد من غير الزكاة، الزكاة للأحياء المحتاجين ليست للأموات، فيسدد الدين من تركته إن كان له تركة، إن لم يكن له تركة فإن أحد أقاربه أو إخوانه المسلمين يقوم بتسديد هذا الدين إبراء لذمته وللحصول على الأجر والثواب في ذلك. نعم.